للمزيد من المتابعة والتحليل المشاهدين بينضم إلينا الآن دكتور ياسر الشربيني أستاذ المناعة بجامعة توتنغهام ببريطانيا. يعني أهلا بك في البداية على شاشة التلفزيون المصري. وبداية يعني بدأت بعض الدول في تخفيف الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا والبعض الآخر ما زال يحافظ على تلك الإجراءات. كيف تكيف إجراءات الصين بتخفيف قيود كورونا رغم ارتفاع أعداد الحالات؟ والله الموضوع ان الحكومات بتنظر الى الحاله الاقتصاديه اكثر من الحاله الصحيه الان. فالتركيز حاليا من اغلب الحكومات هو التركيز على الحاله الاقتصاديه للبلاد والعوده للحاله الطبيعيه. ولكن كبريطانيا في كاكزامبل يعني كمثل نجد ان الحالات بدات تتزايد مره اخرى نتيجه خفض الاجراءات الاحترازيه ووصلت اليوم مثلا إلى أكثر من 50% زيادة عن الأسبوع الماضي. فهي سلاح ذو حدين يعني. طب توقعات حضرتك دكتور ياسر للفترة القادمة، هل تتوقع في زيادة في أزمة فيروس كورونا وانتشاره بشكل أكثر؟ وتوقعاتك أيضا أو رؤيتك لمواجهة هذا الفيروس في الفترة القادمة؟ أنا رأيي شخصيا إن لازم يكون التطعيم يتجاوز 90% من الشعب حتى يتم إلغاء الإجراءات الاحترازية. واستباقية عدم تطعيم العدد الكافي من الشعب قبل إزالة الإجراءات الاحترازية تؤدي موجة جديدة من الكورونا. إذن دكتور السرعة المعززة. يعني حضرتك بترى أنه يجب زيادة أعداد الملقحين بلقاحات فيروس كورونا من أجل مواجهة الأزمة في الفترة القادمة. دكتور ياسر الشربيني وضحت الصورة، أستاذ المناعة بجامعة نوتنغهام ببريطانيا، شكرا جزيلا لك.